ولكن حضوركم هذا والله انه وسام على صدري وثلجت صدري. واضح الحكومه ومماطلتها مع الشعب الكويتي. صرنا الحين تقريبا سنتين ونشوف مماطله بين المجلس وبين الحكومة. آخر زيادة كانت في الكويت هني حق المواطنين كانت قبل 16 سنة اللي هي غلاء المعيشة عندنا يا أخوان اثنين خريجين حقوق ونفس المعدل ونفس المميزات ونفس الجامعة. واحد يتوظف في أحد الوزارات راتبه 800 دينار، واحد نفسه يتوظف في الهيئات المحتكرة يصير راتبه 1800. هذه مهي بعدالة بين الشعب الكويتي. في ظلم واقع على موظفين الدولة من خريجين من الشباب الخريجة. يا أخوان وزارة الصحة من أتعس الوزارات في الكويت إذا في أحد وزراء الصحة السابقين يقول أنا ما عالج في مستشفى الحكومة، شلوننا ما يعالج مستشفى الحكومة وحنا نأمن على أنفسنا ونروح نعالج في مستشفيات الحكومة؟ إذا كان هذا رأس الهرم يعالج في مستشفيات الخاصة. إحنا صرنا تقريبا أسبوعين نطالب ونتكلم عن الشيخ الداعية مشعل البلحطي. العالم كلها درت مو بس الكويت إن الرجال يعالج على نفقة الخاصة في أمريكا، وقفوا عنا العلاج والمسكين قاعد يعالج ولا أحد التفت له من الحكومة، لا وزير الصحة ولا وزارة الخارجية هناك ولا القنصلية في أمريكا هناك. وأنا أقسم بالله العلي العظيم حين وصولي لمجلس الأمة وإذا وزير الصحة ما سوى شيء أقسم بالله صعد على المنصة، لكن أوجه رسالة حق فهد اليوسف ولد عمك مازن الجراح يقول بالفم المليان بالإعلام وقدام الملأ الكويتي يقول حنا نعرف المزورين لكن ما نتعرض لهم، إذا أحد بطل حلجه نروح نسحبه ونطلع من بيتهم. هذه مهي بوزارة أبوك يا مازن الجراح، فهد اليوسف يقدر يطلع ولد عمه من السجن ويسحبه ويطلعه ويفتح معاه ملف تحقيق ويطلع كل علوم الجناس المزورة. عنا المواطنين إحنا بنتكلم في شوي، هذا مهي بشغلتنا نقعد ندق على الداخلية ونقول لهم هذا مزور، حنا ما لنا دخل فيهم. بسم بالله اني لا اتبع لا تاجر ولا شيخ ولا اي حزب، ما اتبع لا رؤساء او جهه طيبه هذه، وعساني اني ما امثل عليكم واني امثلكم خير تمثيل.